سطر تاريخا لن ينسى في الدوري الممتاز، وحفر بقفازاته الذهبية اسمه وسط عمالقة الكرة المصرية. وبعد الاعتزال عقب سنوات قضاها داخل الساحرة المستديرة، اتجه إلى مجال التدريب واستطاع أن يضع بصمته. إنه محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، كما أنه واحدا من أبناء النادي الذين دافعوا عن قميصه. وكانت أولى مشاركات عبد المنصف لأول مرة في الدوري المصري رفقة مزارع دينا موسم 1996-1997، قبل أن يستمر بعد ذلك رفقة الزمالك والجونة وأنبي، ثم وادي دجلة، وأخيرا الاتحاد السكندري. وعلى مدار مسيرته حقق عبد المنصف نجاحات كبيرة خلال حقبته لاعبا في الزمالك، حيث توج بالدوري 3 مرات ومثلها لبطولة كأس مصر، فضلا عن التتويج بالسوبر المحلي 2 مرات ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية والسوبر المصري السعودي 1 مرة لكل منهم. وعلى الصعيد الفردي حقق عبد المنصف رقما قياسيا، وهو أكثر لاعب خوضا لمواسم متتالية في الدوري، متفوقا على العديد من أساطير كرة القدم محليا وعالميا. كما أن عبد المنصف هو أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ الدوري برصيد 452 مباراة، متفوقا على عصام الحضري. وبعد الاعتزال اتجه محمد عبد المنصف إلى التدريب، حيث عمل لفترة داخل صفوف النادي الإسماعيلي، ثم رحل بعد ذلك وتولى منصب مدرب الحراس داخل نادي الزمالك خلال فترة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. فترة صعبة تواجد فيها عبد المنصف داخل صفوف الزمالك، لكنه تمكن من احتواء جميع الحراس وحرص على أن يرفع مستواهم الفني والبدني من خلال تدريبات متخصصة. وظهر محمد عواد تحت قيادة عبد المنصف بشكل مميز رغم التقلبات التي مرت بها حراسة مرمى الفارس الأبيض، ونجح في قيادة الفريق لنهائي بطولة كأس مصر والمقرر خوضها أمام الأهلي في شهر مارس المقبل. وعمل عبد المنصف في الجهاز الفني لمعتمد جمال، والذي جاء خلفا لأوسوريو، لكنه رحل بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي جوميز، حيث ضم جهازه المعاون مدربا أجنبيا لحراسة المرمى. عن كواليس الرحيل عن تدريب الزمالك، كيف تعامل داخل الفريق في الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي، ورأيه في مستقبل حراسة المرمى داخل الزمالك خلال الفترة المقبلة، وما هي طموحاته وأهدافه المستقبلية؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه محمد عبد المنصف، ضيف جمهور التالتة مع إبراهيم فايز.